استعرضنا العديد من الحيوانات، فماذا تبقى؟ سنعطيكم المعلومة الأخيرة، وهي أن الحيوان السري يصطاد طعامه ليلا. هذا الحيوان يسمى خنزير الأرض أو أبا ذقن، ولا يخرج من جحره إلا ليلا، وله أنف شديد الحساسية يستخدمه في استخراج طعامه، حيث يقوم بتمزيق فتحات بيوت النمل الأبيض مستعينا بمخالبه القوية، ولا يملك أسنانا أمامية، بل يستخدم لسانه الطويل واللزج للعق النمل الأبيض، وهو من أقوى الحيوانات الحافرة في العالم، وبإمكانه حفر جحر في الأرض خلال ثوان. وعندما يتعرض خنزير الأرض للتهديد يصدر صوتا عاليا، ثم يتشقلب للخلف لإخافة عدوه، وهو يحتاج للماء خلال حياته، لكن ليس للشرب فقط، فهو يتوالد خلال موسم المطر للتأكد من وجود مخزون كاف من النمل الأبيض لطعام صغاره. سبحان الله. وقد تعرض هذا الحيوان للصيد بسبب شعره الذي كان يطحن ويشرب، واعتقد بعض السكان بأن هذا المحلول سام. في الحقيقة إن اسمه يعني خنزير الأرض باللغة الإفريقية، لكنه فريد من نوعه، وهو أكثر حيوانات إفريقيا سرية.